الفنان السوري ياسين بقوش أصوله ليبية واعتقل لثلاثة أشهر وتوفي بقذيفة هاون. ياسين بقوش واحد من أعمدة الدراما الكوميدية في سوريا، انطلق في ستينيات القرن الماضي مع دريد لحام ونهاد خلعي ورفيق السبيعي وناجي جبر وغيرهم. اشتهر بأدائه لشخصية ياسين في صح النوم وملح وسكر وغيرها من الأعمال بين السينما والتلفزيون. ولد ياسين عبد القادر بقوش في 23 من أكتوبر تشرين الأول عام 38 في حي الصالحية في دمشق بسوريا. والده من أصول ليبية هاجر واستقر في دمشق. درس ياسين في المدرسة الأيوبية وهي واحدة من المدارس السورية القديمة، وبدأ شغفه للفن منذ الطفولة وحصل على فرصته في المسرح الحر بعد تأسيسه عام 56. اتجه بعد عامين إلى تقديم مسلسلات إذاعية، فقدم عام 58 عملا بعنوان متعب أفندي من إخراج تيسير السعدي، وقدم بعدها نادي الأطفال من الإذاعة. انتقل ياسين بقوش من المسرح الحر إلى مسرح العرائس عام 60 الذي كان بإدارة عبد اللطيف أبو فتحي، ومنه إلى المسرح القومي حيث أصبح عضوا فعالا، حيث قدم على خشبته عددا كبيرا من المسرحيات الهامة. وفي عام 68 أسس ياسين بقوش مسرح الشوك، وتبناه دريد لحام بعدها بعام حيث قدم أول عرض بعنوان مرايا ثم عرض جيرك، والعملان من إخراج دريد لحام. شارك ياسين بقوش في براويض الذي أخرجه المخرج أسعد فضة. في عام 74 توقف مسرح الشوك، فأسس بقوش شراكة فنية مع المخرج يوسف حرب وشكل فرقة بعنوان التجمع النقابي. قدم خلالها ما يقارب 30 عرضا مسرحيا، منها الليلة عرسي وحبي ومستقبل غيري وزوجتي مليونيرة، وحققت نجاحا شعبيا كبيرا. إلى جانب المسرح قدم ياسين بقوش العديد من الأعمال في التلفزيون والسينما، وكانت الشخصية الأشهر في مسيرته هي شخصية ياسينو والتي حظيت بشعبية كبيرة. قدم بقوش مع المخرج شكيب غنام مسلسل زقاق المايلة عام 72، ليشارك بعدها في ذات العام في مسلسل صح النوم بدور جديد. ورغم اعتذاره عن دور ياسينو بسبب انشغاله بمسرح الشوك، لكنه وافق لاحقا بعدما أقنعه كاتب المسلسل نهاد خلعي بأن شخصيته ليست بعيدة عن مسرح الشوك وأنها تجسد الشعب العربي الطيب. تخلى ياسين بقوش عن شخصية ياسينو بعد 29 عام وجسد شخصية جديدة في مسلسل البطراني عام 2001 ومسلسل تلاميذ آخر زمن الذي عرض في نفس العام. وفي عام 2003 شارك في سيب بن ذي يزن مع أسعد فضة وعبد الحكيم قطيفان وقيس الشيخ نجيب. شارك ياسين بقوش في مسلسل بهلول أعقل المجانين الجزء الثاني عام 2008 وفي مسلسل كوميدي أخير صايعين ضايعين عام 2011، كما وشارك ياسين بقوش في عدد من الأفلام السينمائية منها عام 69 في فيلم غزلان إلى جانب الفنان الراحل ناجي جبر وهاني السعدي، وشارك في فيلم الثعلب عام 71 إلى جانب نجاح حفيظ وهالة شوكت وبطولة وتأليف نهاد خلعي. شارك أيضا في ثلاثة أفلام عام 72 وهي مقلب حب إلى جانب رفيق السبيعي وطلحة حمدي، وشقة ومليون مفتاح ورحلة حب. في العام التالي كان له ظهور في فيلم عروس من دمشق، وقد شارك في تأليفه وإخراجه محمد سلمان. في عام 74 شارك ياسين بقوش في خمسة أفلام: عنتر فارس الصحراء من تأليف وإخراج محمد سلمان، وغوار جيمس بوند، والغجرية العاشقة، والنصابين الخمسة. إلى جانب الفنان المصري نور الشريف وبوسي وغراميات خاصة إلى جانب الفنان الراحل خالد تاجة. في الثمانينيات من القرن الماضي ظهر في عدة أفلام ومنها حارة العناترة عام 80 إلى جانب فؤاد غازي وناجي جبر، وتفضلوا ممنوع الدخول. وتفضلوا ممنوع الدخول عام 84 إلى جانب أحمد رافع ومحمد خير الحلواني وفؤاد غازي وفيلم أمطار صيفية.
في الألفية الجديدة ظهر في حارة التنابر عام 2000 إلى جانب محمد خير الحلواني وفؤاد غازي وفيلم الرجل الضاحك. وفيلم الرجل الضاحك عام 2002 إلى جانب كل من زهير عبد الكريم وعصام عبهجي ودمشق مع حبي عام 2011 إلى جانب الفنان الراحل خالد تاجة والفنان أسعد فضة والفنان فارس الحلو. وآخر عمل ظهر خلاله على الشاشة كان مسلسل لقطة بغلطة الذي عرض عام 2016. عام 2012 تم اعتقال ياسين بقوش من قبل السلطات السورية بعد تورطه في شجار وجدل مع دورية لشرطة المرور واتهامه بالاستهزاء من السلطة، فاعتقل لمدة 3 أشهر، لكن تضامن زملائه دفع بالنقابة إلى التدخل لإطلاق سراحه. لقي الفنان ياسين بقوش مصرعه في 24 من فبراير شباط عام 2013، وذلك بعد تعرض سيارته لقذيفة في حي العسالي في مخيم اليرموك في العاصمة السورية دمشق. وتم إخراجه من السيارة قبل احتراقها بالكامل، وقد دفن في حي الصالحية في دمشق، وغاب زملائه ونجوم الفن والتمثيل في سوريا عن جنازته.